نشكركم كصحفيين لأنكم حاضرين معنا من أجل لأننا نوصلوا الصوت ديالنا، نوصلوا المبادرة ديالنا لأكبر عدد ممكن من الشباب من خلالكم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. علاش؟ لأنه لا بديل قدامنا اليوم من غير أننا نشتغلوا على ذاتنا ومع لي جون ديالنا ويعرفوا لو تيغان، يعرفوا الواقع المعاش. لأنه كنظن أنه واحد اللي كبر ومشى الجمعية، ومشى جمعية خيرية وشاف يتيم وشاف ناس محتاجين بعض المرات الأبسط الأشياء اللي يمكن لها تسهل لهم الفرص ديال الاشتغال وأنهم يخدموا في حياتهم. كنشوفوا أنه في الوقت اللي كيوجدوا لوالديه كل شيء ما كيعرفش بالقيمة هذه الحويجات. فكنظن إلى جل دير يديك، وهذا الشيء اللي وقع لنا طيلة السنين، لأنه أكثر من 80,000 جون اللي شاركوا معنا في هذه السنين كامله. فكنظن اننا وصلنا للهدف ديالنا، والهدف الان ديالنا الان ما نشتغلوش فقط على افراد، نشتغلوا مع في اطار جمعيات. وحنا اليوم غنشوفوا ونتمنى الجمعيات يفوزوا جوج ولا ثلاثه اكثر، علما انه كي كنقول دائما كلهم فائزين، وغيان كل لقاء والسفر ديالهم اليوم والمجيه ديالهم عندنا راه بعينينا. ولكن كنتمنى ان شاء الله انه حنا نعطيهم المشعل ويزيدوا بلادنا القدام، لانه ما عندناش خيار غير ان الشباب ياخذوا يديهم بنفسهم. من خلال جريدتكم لو ماتان كنقول لي جون انهم اولا خصهم يقراوا، انهم خصهم يقراوا، ما يبقاوش يستهلكوا فقط غير الصور، يقراوا، لانه الانسان اللي قرا كيعرف يحلل، وانه ما يبقاش ينتقد، ما يبقاش يقول بلادي ما عطاتنيش، يقول هو انا اش غنعطي لبلادي من دابا 10 سنين ولا 10 سنين و20 عام. لانه الخدمه اللي غيدير اليوم على ذاته وعلى بلاده راه غيوجدها لوليداته.